يا عم بينزل النفقه الاستثماريه مش عم يتقشف هنا فلس. الاقتصاد ميت كليا، الاقتصاد نمو صفر او دون الصفر. ب 72 في محاوله فشلت ولا ما كملت. مأخرين عن غيرنا 525 سنه. موضوع قطع الحساب، موضوع الدبل انتري اكاونتنج او دبل انتري بوكي، كل العالم اعتمدوا الا نحن هلا تعتمدناه. 2012 كانت 130% وصارت تطلع، وصلنا 2018 150%. ما في شيء اقل من 9-10 بالنسبه لل 2019، باكدكم هلا فيكم تسجلوا من عندنا، لان بيعرفوا انه احنا عم نكذب عليهم بالعجز، ونحن بنعرف انه هن بيعرفوا انه عم نكذب عليهم، بقى ما في مشكله بالاساس. هاي الحقيقه. ما بدنا عم نخترع. شو ما كنتي دولة مبهدلة ومشبشلة وسراقة وحرامية وفاسدة وغير مؤهلة، شو ما خبصتي شو ما تزعرنتي، ما بتفلسي شرط ما تتديني بعملة حدا غيرك. نحن هيدا التبوخ رقناه وادينا بالدولار، ليش نحمي سعر صرف الليرة؟ فتنا بالدين لأنه هيدا الدين بالدولار، شو ما صار تضخم ما بيفرق، بضل مثل ما هو، بضل عرقبتك مدى الحياة. هودي 30-40 مليار دولار مدى الحياة عرقبتك. شهادات ايداع، سيرتيفيكت اوف ديبوزيت من البنوك كاش، حاططهم مقابل السندات، هو بيدفع لهم 9 و10 و11 على السيديز، وعم يقبض هو 6 و7 من السندات الخزينه، هو عم يتحمل على الفرق بين الفائده اللي عند الخزينه وبين الفائده اللي عم يستفيدوا منها المصارف. بس هي جزء من كلفه الدين، مثل الهندسات الماليه، نفس الشيء الهندسات. لبنان مثل التايتانيك عم يغرق شوي شوي، والعالم جوا هرج ومرج عم يزقفوا يغنوا ويرقصوا وكأن شيء لم يحدث. روح العب حط بيتك، ما بتلعب ولا حط بيتك ولا حط بيتك، ما لك دخل وين بتلعب يا سيدي. مش هناك لا طول بالك، روح روح ومني هون لانه ابن بيي. اذا انت هون لانه ما بعرف وين متحش حالك، انا مني هون لان ابن بيي. عندي 5000 واحد بالاشرفيه صوتوا لي. خلص خلص، ايه عندك؟ 5000 واحد. 6000 انا بزحلي مصوتين. برافو برافو، وبيي اقوى من بيي. خلاص يا